يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الصحيح أو الراجح في صيام يوم السبت منفردا تطوعا؟ لا بأس بصوم يوم السبت لأنه لم يرد دليل يمنع، ودليل صحيح ولا ورد لكن ما هو صحيح، فلم يرد ما يمنع هذا. نعم، المذهب يقول يكره إفراد السبت، لكن الصحيح أنه ما فيه دليل على الكراهة. نعم.